هذا الخليل أشطر واحد في القهوة، دائما يبدي صباحه بحبات البن الشهية. هذه شيماء موظفة مجتهدة تشتغل طوال اليوم بطاقة عالية، وهذا أحمد طبيب مثابر ومخلص في عمله، كلهم يجمعهم حب الرياضة والمنافسة، واليوم كلهم للسباق جاهزين ومتحمسين. سباق أوكسي للجري الجبلي، اهتم بصحتك وحافظ على لياقة بدنك. المنافسة صارت لك أقرب، ولع حماسك وسجل معنا الآن